تسمي بأسماء الطاعة. فرعون صحيح، قارون، هامان. المهم أنا ما أريد أتكلم عن بعض الأسماء لأن موجودة عندنا، وبعض العلماء يقول لا لا تصح، فهذه تراجع من كتاب الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى. أنت الآن تسمي الولد أو تسمي البنت سهام، سهم واحد يكفينا، قال لا سهام، والله صدق. نهاد ما يصح، فتنة، فتون. يا رجل اتق الله، كيف فتنة فتون؟ ها فتنة واحدة تكفي. عندما يضع النساء هذه الأشياء اللي توضع على ظافر إيش يسموها؟ مناكير، والله يسمونها على اسمها، ليس بمنكر واحد، هذه 10 مناكير يمكن 20 منكر، صحيح هذا معقول، أما يسموها فتون وفتنة هذا ما يصح. المسلم لا يعترض على قضاء الله وقدره. سب الدهر، الزمن غدار، يوم أسود، صح؟ أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك، ولن أنسى هذا اليوم، والله هذا يوم أعوذ بالله، صح؟ أي نعم، لا يمسح من التاريخ. هذا يقول يسب الدهر، يسب الريح، يسب الدواب، يسب الدواب، دواب يسب الدواب. واليوم بعض الناس يسب الدابة لأنها تغيرت الآن عندنا السيارة، يسب اللعن حدث ولا حرج. أنا أسأل الشباب الآن في الطريق، قالوا عندنا اللعن حدث ولا حرج، المسلم ليس باللعان. تنبه أخواننا، تنبه نفسك، تنبه غيرك، تنبه أخوانك، ما يصح اللعن. كيف تلعن؟ اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، كيف تلعنه؟ هذا الآن احنا لن نتكلم عن هذه الألفاظ، السب والشتم هذه معروفة والله أعلم، لكن يعني لابد أن نعلم الناس. ممكن يا أخي اترك الأوراق، اتركها، ضع عندك، ضع عندك بس، جزاك الله خير. التسمي أيضا قاضي القضاء، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهنشاه، هذه الألقاب ما احتاجها الصحابة رضوان الله عليهم. عندنا عندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب، يقول الدكتور ومحي الدين ونور الدين، محي الدين ابن عربي، مو بيت الدين. النووي يقال عنه ايش؟ النووي يا اخواننا، ها؟ محي الدين يقول لا اجعل في حل، النووي يقول لا اجعل في حل من لقبني بمحي الدين، يقول ما سامحه الى يوم القيامة، انا اسمي يحيى. اخواننا ما ارادوا هذه الالقاب، السلف ما اراد، حتى العلماء عندنا ما ارادوا هذه الالقاب، والله فضيلة الشيخ العالم العلامة، لماذا؟ الحاج عندنا الان صح؟ ها يا سمعت يوم من الايام الحاج ابو بكر الصديق؟ سمعت؟ ما احتاجوا الحاج، اما الان الحاج فلان صح؟ واحد كاتب على والله رأيت أنا في بعض الدول يكتب على البيت ولله على الناس حج البيت، وطيارة وصورة الكعبة، ويكتب على البيت يغير اللوحة الحاج فلان، وتناديه يا حسن ما يرد عليك، يا حسن ما يرد أو يزعل، يقول أنا أدفع 25,000 وبعدين تناديني حسن، أنا الحاج حسن شكد. وواحد كتب الحاج 5، الحاج 5 حسن، يعني 5 مرات حج، إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجت العير. ما شاء الله وشئت. الآن ذكرنا عندنا أعلى مرتبة تكون أنت عليها السلفي، إذا قال لك إنسان ما شاء الله وشئت تقول ما أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، ما تقول له قل ما شاء الله ثم شئت، خطأ، خطأ عندك، لأن ترشد كما أرشد النبي صلى الله أعلى المنازل، مفهوم؟ أي نعم. جاء إليك إنسان هذا الشيخ إمام المسجد وقال والله يا شيخ تعبان مريض، زوجتي تعبانة، أولادي، أدعو الله لي، قال خلاص أبشر الليلة بإذن الله ولا همك، عندي لا تعبد الله أنت،
لا تدعو أنا أدعو عنك. هذا معنى الكلام صح أو لا؟ صوفية إحنا؟ جاء رجل للشيخ قال يا شيخ أدعو لي، قال اسمع أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، كلانا مفتقر إلى الله، إذا لديك مانع من إجابة الدعاء والله ما استجاب حتى تزيل هذا المانع. وأنت إيش عندك في حياتك؟ عندك شرك؟ عندك بدع؟ ترك صلاة؟ لماذا ما تدعو الله أنت؟ ليش أنا أعبد عنك؟ وهذا رايح العمرة يوصي الكل قال ادعو ادعو لي وادعو لي. حصلت واحد عندنا هناك في المسجد النبوي حط ورقة والله دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلانة دعاء والله متى انتهي يا دفتر. إذا ما نعلق الخلق بمن؟ بالخلق، نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. حتى أكرمكم الله الكلاب، يقول الكلب هو اسمه كلب أكرمكم الله، ما يمكن أن تقول له كلب ابن كلب، ما يمكن، لأن هذا قصد خطأ. شوف إلى أين. أحد السلف يقول أنه قال كلمة وندم على هذا، كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة؟ قال الناس بحاجة إلى المطر، كيف يقول هذه الكلمة؟ كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين، صح؟ وهذا كثير عندنا. يدخل بعض الناس على المريض، مريض في المستشفى تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد، ويدخل على إيش يقول؟ يقول مسكين. مسكين؟ يعني مسكين يعني هذا أرحم به من الله وما تستاهل، ما تستاهل، يعني معترض على القضاء والقدر، كأنه يقول له أيضا أنت اعترض على القضاء والقدر وما بلد حيلة. وش أصنع لك؟ والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا لصنعت. شو أسوي؟ أنت عارف الحكومة وعارف كذا، وليش تعلق بالحكومة وليش تعلق بذا؟ أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد يدخل على مريض مبتلى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يذكر بالله، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا السلفي، تسمع الكلام تقول لا ما يمكن تقول مسكين، وما يمكن تقول ما يستاهل، وما بليد حيلة وقطعت قلبي، والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزير أوقاف. يا حبيبي وش علاقتك أنت من حسن الإسلام المرء؟ تركه ما لا يعني، ليس لك علاقة. المهم أخواننا لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول. يقول بعض السلف، يقول جنبوا مجالسنا، هذا بعض السلف، جنبوا مجالسنا يعني المجالس السلفية، جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم. عيب طالب علم يتكلم في النساء، الليلة لو كانت المحاضرة في النكاح ها كان انشراح الصدور ما شاء الله والكل صاحي ولا أحد يستعمل جوال ولا شيء. لا، السلفي لا يتكلم في هذه المسائل، في شهوة الفرج شهوة الفم، أبد، ابتعد عن هذا، ابتعد عن القيل، ابتعد عن القال. نشر اليوم بعض الرسائل اللي فيها الشرك الأكبر، فيها البدع، أي رسالة يرسلها مجانا. الآن الحالة في الواتساب اسمها الحالة تعبر عن شخصية، يعني حالته أنه مع البعران، يقولوا عندنا بعران صح؟ المهم ابن، يعني حالته ورا الدنيا صح؟ واحد حالته في القهوة، واحد حالته في الشاي، واحد حاط نكتة،
كل من أكثر من شيء عرف به. الأكثر من الضحك يقال عنه ضحاك. يا أخي أنت حالتك سلفي يا أخي، حط حالة أو اترك الحالة فارغة، صح؟ نعم. تحط لي نكتة، تحط لي مقطع في موسيقى، وعفوا والله أرسل لك المقطع، أكتب لك عفوا المقطع في موسيقى. طب عفوا هذه وين أصرفها؟ يعني هذا عفوا يعني يوم القيامة أحاسب على عفوا؟ ما نفعتني بشيء، صح؟ واحد مرة أرسل لي مقطع فيه مرأة سافرة، فقلت له يا أخي اتق الله، كيف ترسل لي مرأة سافرة؟ أنا بشر وعندنا حب استطلاع، صح؟ اي والله شيخ. قال يا أخي أنت المشايخ، أنا فقط أرسلت للمشايخ. قلت المشايخ ما هم بشر؟ ومن قال لك أنا من المشايخ أصلا ترسل لي؟ حاضر. أحسن طريقة في الواتساب حط حظر وخلاص انتهينا، والله ترتاح من بعض الناس. وتجي للحالة، يا رجل الحالة يمكن 20 حالة وكلها لعب له. ألهاكم التكاثر، وأبغى سيارة، واللي أبغى عروسة، واللي كاتب لي كذا، واللي كاتب لي كذا. ما يصير إخواننا، أنا أتكلم، أنا لا أتكلم عن العوام، نتكلم عن طلاب العلم. إخواننا كيف تضعون هذه الحالات؟ بعض الناس في الدعاء، الدعاء عبادة أو عادة أخواننا؟ والله عبادة. إذن العبادة تقبل بماذا؟ إخلاص، ها؟ متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء، علمنا أو لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ما قال أنا أفضل خلق وعربي وعرف اللغة العربية وعالم وكذا إمام، صح؟ عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول، فابتدعوا لنا أدعية وتجيك في الجوال هذا دعاء فلان بن فلان العالم الفلاني قال به، واللي ما ينشر هذا الدعاء يخسر وتحصل له حادث، والتاجر خسر، والمقاول طاحت العماير. طب هذا ما في كتاب الله، يعني ما حد قاله في كتاب الله نقوله في دعاء فلان ابن فلان، وهذا يخاف ينشر 20 شخص. طب ايش الدعاء؟ لعله خير. يقول لعله خير، كيف لعله خير؟ لا ادري. او يقول الدعاء ايش يقول هو؟ والله انا نسيت. يقول اجعلني عند باب الجنه. باب الجنة يعني أنت تدعو من؟ تدعو الكريم الملك، صح؟ تدعو الله وتقول يا رب بواب عن باب الجنة. من علمك هذا؟ من أين لكم هذا؟ بواب عن باب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. أنت تطلب من غني. أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، كان يقول هذا الأمر قد يكون عظيم على الله، أعوذ بالله، هذا ما عرف الله، ولكني أسألك يعني أعطيني نص المصيبة. كثير يدعو بهذا ولا لا؟ إذن الدعاء عبادة أو عادة؟ أخواننا علموني، عبادة. إذن لماذا لا ندعو بيدعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي دعاء تريد، زوجة، أولاد، سيارة، عقار، جنة، تجد له أصل في الكتاب والسنة، صح؟ يا رجل دعاء واحد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، في مالي، في بدني، في زوجي، في ولدي، في الدنيا، في الآخرة، في القبر، والله تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء. أو اللهم إنك عفو توحيد، تحب العفو توحيد، فاعفو عني توحيد، ثناء على الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى الآن عندنا إلحاد في أسماء الله،
يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة، ثالث ثلاثة، وقادر على اختراع. هذا الأخ اسمه جمعة، في اللغة أي لغة؟ في اللغة العربية. إذا راح أمريكا إن شاء الله ما تروح، إذا راح أمريكا إيش ينادوا هناك؟ فرايدي؟ لا، ينادوا جمعة، صح؟ وراح الصين جمعة، راح الهند جمعة، هذا اسمه جمعة في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، في اللغة الهندية، في كل لغة. أسماء الله كما هي، الله في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية. ما يمكن أن في اللغة الإنجليزية تغير اسم الله. ممكن تشرح، لا إشكال، تشرح تقول الله معناه باللغة الإنجليزية، أنا لا أعرف أعبر الآن، يقول الله معناه هو المألوه المعبود محبة وتعظيم. التبرك طلب البركة، وعندنا بعض الناس يقول زارتنا البركة، بركة ما تطلب إلا من الله، وتمسح ببعض الأشخاص وقال بركاتك يا سيدنا الشيخ، صح؟ بركة، بركة من الله. وعندنا الحجر الأسود، حجر لا يضر ولا ينفع. إخواننا، كتاب تعب عليه المؤلف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، معجم المناهي اللفظية، تأخذ الكتاب وتراجع ما فيه وتحاول تطبق تعلم. انشر في الحالة يا أخي، انشر تقول قال الشيخ بكر أبو زيد في صفحة كذا في معجم المناهي اللفظية كذا بالصفحة. أما تأخذ من فلان، لا، هذا ممكن ما نقل من بكر أبو زيد رحمه الله، ممكن نقل من فلان بن علان والله أعلم من هو، صح؟ أي نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، واسمحوا لي على التطاول عليكم، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. جزا الله الدكتور على ما قدم وأفاد، ونستأذنه ببعض الأسئلة. الأسئلة أعطيني هي، أنا أشوفها أول، طيب يمكن كذا أحسن، خليه يغلق هذا التسجيل خلاص، خلي اللقاء بدون تسجيل أحسن. نعم.